كرونيك بالدارجة وبودكاست حول المدينة بالمعنى الشامل ديالها، ماشي فقط المدينة كحيز مادي وإنما كحاضنة لطاقة جياشة وكشخص وككائن كيتفاعل مع الساكنة ديالو. المدينة كحيز كيمكننا نبحثو على معنى الوجود ديالنا، حيت كنظن بلي المدينة هي صرح متعدد الأبعاد مبني بالآمال والآلام والعواطف والحماس ديال كل واحد فينا، حيت كنظن بلي كل واحد فينا عنده قصة ملهمة وكتستحق المعاودة. فهاد البودكاست يكون مفتوح للناس من مرجعيات متعددة. هاد الحلقة يكون معنا هشام بن سعيد علوي اللي غيدوي لينا على المسار ديالو ابتداء من الطفولة في مدينة الرباط، وصولا الى التجربة ديالو كمحلل رياضي في غاديو مارس، فين غادي يتلاقى بناس كان كيتمنى يهضر معاهم في الرياضة، كالينو باكو، ميري كريمو، موسى نداو، عزيز داودا وغيرهم. نشوفو بلي الحياة ديال هشام كانت عبارة عن ذهاب واياب بين العالم ديال لا فينانس والعالم ديال الرياضة وخاصة كرة القدم. شكرا، مرحبا بك في الكرونيك بالدارجة. الله يبارك فيك سيدي ياسر. واقيلا هذا تيتر بروفيزوار، ما عرفتش اكزاكتومون، ولكن بون كاينه لا فيرسون فرانكوفونية كرونيك دو لا سيتي، قلت ندير فيرسون دارجة فون بور المغاربة اللي غنهضر معاهم، باسكو سي مزيان تستعمل لا لونغ ماتيرنيل ديالك فاش كتهضر مع لي كومباتريوت. لا بصح بصح دو كونيكتي. ودا فاش نمشي دابا لدبي حنا شويه معقدين، حنا كمغاربه كتجينا الدارجه صعيبه الناس يتعلموها ما غيفهموناش، وعلاش حنا كنفهموا اللهجه الكويتيه والمصريه والاماراتيه وما يفهموناش. لا بصح اللي يكون مفتخر بالدارجه ديالو هذاك الشيء اللي كان ما سورتو ف ف على براد المغرب كتوحش الدارجة صح. كتكون بحال ديك لا مادلين دو بروست فاش كتسمعها كتفكر كاع داك الشيء ديال ايام الخوالي. وعندنا دارجة مهمة حيت فيها شوية ديال الشلحة وشوية ديال الفرنسي وشوية ديال العربية، كوسموبوليت هذاك الشيء اللي كان انتيريسون. المهم شكرا على قبول الدعوة و غنمشي معاك داكشي كرونولوجيك كما كندير مع لي زانفيتي كاملين. تقدر تقول لنا فين تزاديتي؟ انا تزاديت خلقت في الرباط في 1982، ولكن العائله ديالي حنا صحراوه الاوريجين. اوكي راك عارف كومون سا سباسي، مشاو جدي كان خرج من تافيلالت من قصر السوق، وكان طرف من لافامي مشى لزرهون مولاي ادريس، وطرف مشى لمكناس، وانا باي ذا واي مي والدي انا ولاد العم، كان واحد جدي من زرهون وجدي الاخر من مكناس، ولكن اصلا من الصحراء، وموراها مشاو والديا تانستالاو في كازا على حسب العمل وكل شيء، هما أساتذة. وقبل ما نخلق أنا بعام جاتهم الخدمة في الرباط، رجعوا للرباط وأنا خلقيت في الرباط. كيف أنا خلقيت في الرباط وكي ماشي رباطي بالشكل اللي كيعرفوه الناس بعائلة سمولاطو والعائلة برقاش، ماشي رباطي، ماشي كنستعر منها، ولكن أنا ماشي رباطي، أنا أصلي صحراوي. أوكي مزيانة الرباط دايره بحال زعما الا ما كنتيش فريمون اونكريت ما تقدرش تسمي راسك رباطي واخا بعد 37 ولا 40 ما يتامبوزاش ما يفرضش راسك شي اللي كاين. اوكي و لانفونس ديال كيفاش كانت زعما وشنو كانوا الاحلام ديالك ان طونك شنو هما لي سوفنير دونفونس اللي عندك في الرباط؟ هذا سؤال عميق. انا لونفونس ديالي الحمد لله دازت انفونس عاديه جدا، كنا زعما فامي من الطبقه المتوسطه، الاب استاذ والام كانت كتكمل الدراسه ديالها، مورها ولات هي استاذه،
كانت واحد الطفولة عادية وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. ما فيها كان دماغنا احنا نقي، يمكن في الجيل ديالنا شنو هو، كان فرج لعب الكرة مع أصحابي، كان بغي نقرأ كتوبة، بغي نتفرج في التلفازة، بغي نعس في الوقت، كنا هاديين. الناس اللي من الرباط يعرفوها يمكن، أنا كنت في لاسيتي بن سينا حتى لاكار، مورها مشيت على فامي رحمنا ليعقوب منصور في شبانات حدا كازير ديال السيمي، كانت كرواتيا مولا السيمي اون فاس مع البحر حدا سوق الغزل. واش تما جات سميت هذيك لاسيتي؟ كاين واحد حي الكره، كاين بزاف، كاين حي الفتح الا كدوي على حي الفتح بعيد شويه، حي الفتح ولكن ديك الجهه هذاك الجهه. اوكي ولا عشتي في كازا بحال دابا كتجيك الرباط كلها بين حي الفتح والشبانه، راه ماشي شي حاجه صافا. انا اكثر هي عارف الرباط حيت سكنت فيها 8 سنين دونك سي سا. كنت سمعت في واحد لا كونفرنس كنت درتيها في مع جروب البيليا ولا شي حاجه بحال هكا، كنت قلتي كوم كوا باغي تكون دير سيرف فاش كنت صغير ولا شي حاجه. صح كاين هاد النقطه. كاين واش حيت كنتي ساكن حدا البحر كان كانت الامكانيه باش دير سيرف ولا كان عندك دي ريفيرونس ديال السيرف كتعرفهم؟ لا هو صراحه كان تيعجبني بزاف وباقي كيعجبني. انا عاد رجعت من البحر دابا، كان طرا لي واحد الحادث في السيرف هذه واحد العام شويه خايب، ولكن باليابريه السيرف فيه كل شيء، عندك العلاقه مع الطبيعه. كتجيني انا لصال دو سبور بحال دابا، واخا انا مقيد في صال دو سبور في المغرب، صال دو سبور ديال واحد السيد صاحبي في دار بوزه، كتجيني بحال الامستير مشدود هكا كيما بغات تكون برخان، هذا ما ماشي بحال. كيجيني لو سيرف هو بزاف ديال الحوايج فيه. اولا انت عندك العلاقه مع الطبيعه، كدير سبور في الطبيعه، انا كوما هذا هو السبور، الا ما كان سبور في الطبيعه ماشي سبور. وثانيا لو فات انك تاخذ تمشي 90% ديال الوقت انت ضد الموجه، باش يالله تكون عندك لوبورتونيتي تاخذ موجه ولا جوج، سورتو باش كتكون كتعلم. هذه هي مدرسه الحياه، ما كتجيش سهله، ماشي بحال في ماتش الكره، واخا الكره هي اكثر من الحياه ديال الكره، ولكن اذا كنتي شي نهار ناقص كونديسيون فيزيك ولا حاجه يمكن لك تسنى لابال ترجع شويه. السيرف سي واقيلا الرياضه الوحيده اللي يمكن لك تغش فيها، لك تخبى، وإلا ما كنتيش اون فورم راه كتعرض كاع حياتك للخطر. وي كيف انا السيرف ديما كان كيجيني فيه بزاف ديال الايحاءات، وانا قلبت عليه الصراحه، ماشي حتى القرب من البحر، ولكن انا قلبت عليه من ديما عندي واحد ميول توسكي ناتوريل الطبيعه وكل شيء. وصراحه انا كنصح به الناس، واخا قد يكونوا فيه بعض الحوادث ولكن هذه الدنيا اش غدير. و كنعرفوا ليكيبمون ديال السيرف غالي شويه، واش كانوا امكانيات واخا هكاك ديك الساعه باش تكون عندك بلانش، ولا كانوا كيتكرا، ولا كومون سا فونكسيون؟ هو السيرف صراحة اللي فيه في واحد الحاجة، وكاين في المدن كلهم اللي فيهم السيرف ما غاليش بزاف، حيت إلا مشيتي لشي كلوب ديال السيرف وبغيتي تسيرفي غتسيرفي. كاين في دار بوعسى، كاين في الرباط، كاين بزاف ديال المدن اللي فيهم هذا، من غير بعد لي سبوت اللي دخلات عليهم شوية المادة ودخلات فيهم شوية ديال الكابيتاليزم، هو ليسبري كله ديال السيرف يمكن لك تكون ما عندك والو وتسيرفي. ولكن انا مازال ما نكذبش، ماشي ما كان عندي والو، كنا في الطبقه المتوسطه. اوكي كيف ما نقدش انا يكون عندي اربعه ديال لي اوبي ولا تكون عندي كومبينيزون غاليه، ولكن الا بغيت ندير السيرف على نفضل السيرف على رياضه اخرى راه نقدر نديرها. غنختار بين السيرف ولا التيكواندو، غنختار بين التيكواندو ولا الكره، باش ماشي نكذبوا زعما ماشي ما نقدر ندير والو ولا شي حاجه، ولكن زعما ما كانش داك الشيء بواحد المستوى اللي تقدر دير اللي بغيتي وتاخذ راحتك بحال هكا. اوكي اوكي دونك مراد شي اختاريتي تقرا ليكونومي ياك؟ على ما فهمت من الباركور على ما فهمت من داكشي اللي كاين في لينكدين. عندي واحد الحكايه غريبه شويه مع القرايه، كنت كنقرا مزيان حتى لديك 12 عام كون جو دي كنقرا مزيان، كنت كنقرا فريمون مزيان، ماشي حتى مكتوبه ولا شي ديال البروغرام. كانت عندي بحال ان دون كنت كنقرا،
كندير راسي في القرايه كنجي مزيان. موراها جاني واحد العزوف في القرايه واحد 5 سنين صافي ما بقيتش باغي كيبان لي داك الشيء ما حام كيجيني شويه ديال ماشي غرور ولكن كيجيب لي الله يمكن لك تقرا شهر ولا 15 يوم في الاخر وغتسلك راسك وخرسها كاع انت هي غدوز من 14 15 العام 15 16 16 17 ما تحتاج تجيب 18 وناس ولا 19 بحال ما في الرمله خليك حتى الاخر وجيب شي حاجه مزيانه. وهذا بطبيعه الحال كان واحد الحساب اللي غلط كان عقل الصغر بحال اللي يقول. فانا كانت عندي واحد العزوف في القرايه كنت كنمشي للمدرسه داكشي ولكن دماغي ما بقاش مع القرايه اوكي فيه هبطوا لي نوت ديالي بزاف ولكن سلكت راسي. صوف كو في الوقيته اللي غادي نحتاج ان دوسي ديك الساعه حنا سورتو في الوقيته ديالنا شنو هو ان بون دوسي دوسي ولا غدير ماتش ما تسبح هذا طوب هذا هو الراجل بحال يقول. وانا ما من عند الله ما عنديش مع داك لي ماتيير حيت سورتو الا خدينا كاع كرونولوجيكمون لي ماتيير سيانتيفيك يبداو يتقراو في الوقيته اللي انا ما بقيتش باغي نقرا سكي في بقاو عندي دي باز انا شويه ديال الفرنسي شويه ديال العربيه شويه ديال الانجليزيه شويه ديال لا ليتيراتور شويه ديال الثقافه العامه شويه ديال هذا هي باش سلكت انا قرايتي. وكما انا كنت في لو سيستيم فرونسي عندي جوج ديال الخوش بحال دابا جوج ديال لي سور قراو في سيستيم بوبليك انا قريت في سيستيم كانت عندي هاد لا شونس قريت في سيستيم ديال لا ميسيون اوكي كتسلك راسك والصراحه الوالده ديالي هي اللي خرجتني انا ما كنت في سيستيم بينو بين بريفي بوبليك وبان لها ما غنسلكش راسي انا في سيستيم ديال الدوله فيها شويه ديال الفهمات وخصني نسول علاش وندير هذا وي هي فهمات ان يمكن ميسيو انا غيسلكوا راسهم بزاف ديال العوامل وانا غنجي باغي فراسي غنبقى نتعاند وغادي نجيبها فراسي وكنت غنجيبها فراسي حتى في سيستيم فرونسي صراحه سكي في مشيت فاش قربت الباك كنت باغي نجيب شي حاجه باش نكمل سلكت مع لو سيستيم ديال لي كويفيسيون كتلقى راسك جايب مزيان في التاريخ والجغرافيا في العربيه في الفرنسيه في الانجليزيه في الفيلوزوفيا مثلا الوالد استاذ الفلسفه كتلقى راسك جايب الباك مونسيون اسي بيان ما انا نورمالمون الا تبعنا لا لوجيك ما خصنيش كاع نوصل الباك حيت ما كنتش كندير والو في الساليس ما بقيتش باغي نقرا كاع بحال اللي كيطرى بزاف ديال لي جون صراحه كان طرا لي بلوكاج ما عييت ما بقيتش باغي دونك تقريبا فلاج ديال وشحال اللي مشيتي للسيستم فرونسي فلاج ديال نقولوا 10 سنين اوكي دونك ا بارتير سي بون دونك لو شوا ديال ليكونومي جا حيت كانت عندك اون نوت اسي بيان زعما كنتي تختار شي حاجه اللي فهمت هو سيتي امبوزي ماشي سيتي لو شوا ديالك لا انا كون جيت نختار كون اختاريت ليتيراتور تعجبني بزاف انا عندي دي فاسيليتي في لونجلي في الفرنسي في العربيه عزيز عليا كيعجبني نقرا كيعجبني ندير ولكن فهمت وانا عندي الوالد استاذ في الفلسفه الى طرت غنولي استاذ هي مخيره قرات ثلاثه ديال الناس وقراهم مزيان وما كان عندنا دي مويان الحمد لله تري انتريسون ولكن يمكن ما غتكونش عندي الكانه ما غادي يكونش عندي بزاف ديال الحوايج وصراحه حتى هو ما كانش باغي نكون استاذ اوكي حيت فيها بزاف ديال لي كوتي مزيانين ولكن كان غادي نشوف حاجه اخرى. انا اللي كنت كندير كنت شويه حريمي كنت باغي ندير كنفكر شنو غادي ندير قيل درت ديك 15 عام قالت لي غادي ندير كلاس بريبا ايكونوميك كوميرسيال وقلبت على ليبوك اش كيطلبوا في الدوسي كيطلبوا في الدوسي دي نوت مزيان في الفرنسي في اللغات في ليستوار جيو شويه في المات. انا درت فيليير سيونتيفيك حيت من هادشي كله سلكت راسي درت فيليير سيونتيفيك جبت باك سيونس مات ولكن ما كانتش دماغي فيه وسورتو كنقارن نصيب شكون كندير فاش كانت عندي 11 عام 12 عام 13 عام 14 عام بحال السما مع الماء ما طمال ولكن ما ماشي بحال ليك ماشي بحال ليكم كاع. درت هاد الكلاس بريبا ايكونوميك كوميرسيال في الرباط نيت مورها درت سيكوند كوميرس وفي لي كلاس بريبا راسهم ما قريتش بزاف ولكن قبل ليكزامان جاب الله التيسير وجبت اون ايكول انتيريسون جبت كاع عليها منحه من الدوله باش نقدر نكملها. مي زعما الا كان شي واحد داك اصحاب القلوب
الرهيفه بحال اللي يقولوا حنايا. زعما كنفكر في والديا الا متبعين شنو يقد يدير هذا السيد وشنو كيدير وشنو باغي يدير. صعيبه زعما انا الا خرجوا لي ولادي بحال هكا ستريس كتحسبين ماشي مكلخ صافا راه غيسلك راسو ولكن كيلعب بالعافيه يجوا ديك لو فو بحال اللي يقولوا ويقد يجيبها في راسو شي هي خايب. وكاين واحد الدوره 3 فوا في حياتي كنت غنسكن تمام في الكلاس بريبا نيت باساج من العام الاول العام الثاني في ايامات الباك بزاف ديال الحوايج وشويه الله كي درت تاول الخير وكيكمل الواحد نويس اوكي. دونك موراها مشيتي عشتي في فرنسا وشنو هما لي ديفيرونس اللي كانوا اللي حسيتي بهم بين لانفونس و لادوليسونس في المغرب و بين لا بيريود في فرنسا؟ كانوا بصراحه بزاف ديال الفوارق. اولا غنسكن بوحدي في واحد الدار صغيره ولكن غنسكن بوحدي كانت عندي نشاط كبير غنسكن بوحدي وغنتهنى. والثاني ما عندكش كاع الضغط حيت فاش كتدخل لي كونت كوميرس زعما شحال 99.9 كينجحوا وما كاينش سيستم ديال لا مونسيون ما صافي كدوز السي اللي عليك كيبقى بيلوت اوتوماتيك كتجيب ديبلوم كتدخل تخدم هنا تخدم هنا كدير اللي بغيتي. وانا ديما ما كنتش باغي نخدم في فرنسا كنت باغي نخدم في المغرب. لي ديفيرونس اللي كانوا ان نانت المدينه اللي كنت فيها اولا فاش كنت صغير كنت كنحلم نمشي لها حيت فاش كنت صغير كانت عندهم واحد الفرقه ديال الكره مزيانه كانت كتدوز في كمان فرنسا انترناسيونال الفرقه ديال جافيسي دوغرام ديال كوكو سيودو لا فغي ايكيب ديالو ديال نيكولا ويديك ديال باتريس لوكو ديال ديدييه ديشان ديال مارسيل دو ساي ديال كلود ماكيليلي فرقه ماشي كانوا ربحوا لا ليغان في 2000 ولا شي 2001 ياك وي هذه فاش رجعوا مع الفرقه ديك دوزيام جينيراسيون ايريك كارير ديلومو لوندرو في الجول هذه داغوشا سافينو دوفينو هذه فرقه ثانيه ولكن الفرقه ديال 94 كانوا العلماء كانوا العلماء وبزاف مشاو وداروا الامجاد فرق اخرى في مارسي في ميلان كاين اللي مشى للريال كان فرقه غير العلماء ديال مارسي وا هكا بدات سورتو داير ترجع لك انا هذه ديال مارس هذه عندها واحد التاريخ لا ضروري ولكن انا كنت كنشوف ومرا قلبت كتبان لي هي من ناحيه النسمه هي خامس مدينه في فرنسا وانا ما عنديش مع دول الكبار بزاف مع كبرت في الرباط وداك الشيء كيعجبني مدينه ما تكونش صغيره حتى غتقنط فيها ما كاين ما يدار وما تبعيش مدينه كبيره هكا ما عندكش لي غوبير ما عندك والو كيف انا الرباط كتعجبني نرتاح في الرباط نرتاح في مدينه بحال هكا نونت جاتني على قانتي ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف ما فيها القنط ما فيها الخروج بزاف وسورتو انا من ديما ما كنحملش شي حاجه خصها باش تنشط خصك تصرف الفلوس حتى دابا الحمد لله اللي خدام وكل شيء كنقدر نمشي الحمد لله كنقدر نمشي للريستورون مزيان نقدر نمشي للاوتيل واخا انا عندي دار هنا واش بقيت بغيت نمشي للاوتيل باش نبدل الجو ولكن ما كنحملش من صغري شي حاجه تكون اوبليجي ديرها الا بغيتي تنشط خصك تحط فلوس بزاف وهذه مالوغوزمون اللي كاينه بزاف في المغرب وكاينه حتى في الرباط بلا علم ان مدينه بحال الرباط فيها البحر فيها الغابه اللي حدا داك لوطيل ما نذكروش سميات فيها كل شيء واحد الشاب ما خصوش يصرف باش ينشط ولكن عندنا الثقافه ديال خصك تصرف وتسلف 1000 درهم الويكاند باش تخرج بلا ما تخلو في التباصيش غدير ديك 1000 درهم انت وصحابك هذه اللي شويه كتعلمك دي ريفلكس ديال ناس كبار من الجهه السلبيه ماشي ناس كبار من ثقافيا ولا شي حاجه كيف مشيت لنورد ارتحيت فيها بزاف حيت ما كاينش النفاق كاين لي زيتوديون كاين الطلبه كاين اللي عندهم فلوس كاين اللي ما عندهمش فلوس وتا اللي عندهم فلوس فلوس ديال باهم كيف ماشي شي فرحان حيت عنده الفلوس ولا كتلقى عنده الفلوس با بزاف وباغي يخدم في فاست فود ولا شي حاجه حيت هو ديك ثقافته باغي هو فاش يخرج مع صحابه ولا مع صاحبته ولا شي يصرف من جيبه مبغاش شي واحد يمد يديه كيتعلموا هذه وانا هذه كانت الثقافه ديالي انا ما كنحملش شي حاجه بحال هي عطيني ولا دور معايا ولا شي مش على قد كيف انا نوض جاتني الحريه ساكن بوحدي مع العلم ان كنت كندير تقريبا اللي بغيت في المغرب الله يسمح لنا من الوالدين ولكن ماشي بحال كيمشي لواحد تما كيتعلم المسؤوليه انه الا بقى نسى راسو مشى عليه خامره غيدخل على رجليه
انه الى نسى راه صوف لي ديبونس راه ما عنده باش يكمل الشهر كيتعلم لواحد بزاف ديال الحوايج كيتعلموا بزاف ديال المغاربه فاش كيخرجوا وكيتصالحوا بزاف حتى فاش كيخرجوا كيتصالحوا مع عائلتهم عاد كيفهموا كتجيو ساهله ساهله انت جالس في الدار والوالد علاش ما يعطيكش هذا علاش ما يشريلكش اير ماكس علاش ما يديرلكش هذه كتخرج تما كتفهم شويه كترجع مصالح مع العائله بعدا اللي عنده شي كان عنده شي مشكل كيرجع مصالح اوكي دونك مورا مشات القضيه كما قلنا اون بيلوت اوتوماتيك واش بون ديك الساعه كان اللي كيدير كراس بريبا ايكونوميك كيدير مورا لا جيستيون دي البيزنس ادمنستريشن كترجمتها مزيان كدير اللي بغيتي بحال ديجا حنا في الوقيته ديالنا كان داكشي شويه بلدي بحال كان بحال دابا المهندس كيبني الطريق مراجعه لا مود ديال المهندس كيدير لي بروغرام انفورماتيك ومولي مالي لي كونت كوميرس كيبيعو كيدير لا جيستيون دابا تبدلات كنعرف انا ديكسيلون اكسيلون ديريكتور كوميرسيو ومهندسين وكنعرف ديكسيلون جيستيونير دو بروجي في الموبيليه يدير لي كونت كوميرس سكي في انا في الوقيته اللي مشيت لها بدات القضيه تفتح شويه داو الناس يوعاو وين فوا عندك الدبلوم ديالك يمكن لك تخرج تخدم في لا فونت يمكن لك تخدم في لا جيستيون يمكن لك تخدم بزاف ديال الحوايج ولكن الا دخلتي بالنيه ديال عندي ديبلوم ديال انا ناشط عطاوني كاع منحه الدوله المغربيه عطاتني منحه باش نديرو ولكن انت كلك شحال جيتي بالديبلوم عندك 23 عام الا دخلتي بهذه النيه ديال صافي وصلت سليمه حيت مازال خصك تعلم بزاف ولا مشيتي بالنيه ديال سليمه ما غتبقاش تعلم ولا مابقاش تعلم النيفو ما غيهبطلكش حيت انت اصلا فاش كتخرج بالديبلوم ما عندكش نيفو خصك تعلم كلشي حيت الا جيتي دابا تسولني شنو تعلمتي في ليكول جاب شي ثلاثه د الحوايج انت تعلمتهم تعلمت نجري البيدجي ديالي تعلمت ندبر راسي صافي غير بغيت نخرج ونعس ساعتين خصني نمشي نقرا وتعلمت انني ساكن بوحدي وما خصنيش نعيق هادشي اللي تعلمت ماشي حاجه في تيوريك تعلمتهم تخدمت حيت هذيك الساعه كتحس براسك خصك تعلمها وخصك تفهمها سينو الصدى ديالك كيتقطع اوكي كتعلم بزاف ديال الحوايج كيفاش باش نرجع انا للسؤال ديالك كانت القضيه بدات تفتح ولكن الا جينا نفكروا فيها كاع لي ديبوشي كانوا قلال بزاف لي زيكول دو كوميرس بحال هادو اش كدير كتخدم في كابيني دوديت ولا كابيني دو كونسيل تخدم جونيور كتبدا جونيور ولا كتمشي لشي ادمنستراسيون شي اداره ولكن سورتو سورتو الاغلبيه كان عندنا لو شوا بين تخدم في بانكا ولا تخدم في كابيني دوديت زعما الاغلبيه ديال الناس اللي داروا هادشي اوكي واش انا في نظري لو سيستيم فرونسي كيسهل كوميم كو تكون قريتي شي حاجه وتخدم في شي حاجه ما عندهاش علاقه زعما بحال كيما كنشوفوا لي الناس اللي خرجوا من بون اي شوسي كيولي او فونكسيونير في بلادو ولا شي حاجه اسكو واش هاد زعما اون فوا تو انتيغري داك لو سيركوي سا ديفيان فاسيل هذا واحد السؤال عميق حيت ماشي حتى بالقرايه هذا ما نسميهمش لي لوبي غنسميهم بلي نتورك ريزو اللي كاينين حيت كاين واحد اولا المهندسين اللي كيديروا لي غون زيكول ديال الهندسه واحد العدد منهم اللي خدموا من بعد بحال السي دويري والسي غلاب والسي مزيان بن الفقي بيان سور الله يرحمه لو غون كونسيي قبل منهم اولا النيفو ديالهم طالع بزاف كيف فاش كيجيو يخدموا كيوريو بحال السي يرحو بحال السي يرحو بحال دابا نعطيو ان اكزومبل وداك طوف لو سيور الى ريفولوسيوني لو سيور حطوه في البنكه الى ريفولوسيوني البنكه غير حطوه في اداره الى ريفولوسيوني البنكه باغي السي حصاد والعدد نقدروا نذكروا العدد منهم هو ديجا النيفو ديالهم طالع بزاف كيمشيو تما كيجيبوا ان ديبلوم اللي عندهم فالور كبيره وعندهم واحد الحاجه كاينه بزاف في لي زيكول ديال الهندسه ما كايناش في لي زيكول الكوميرس كاين شويه ديال التعاون كيف بحال دابا الا كاين شي واحد طلع ولا وزير ولا شاد شي شركه كبيره ما يكرهش هو ويكون عجبو الحال بزاف ويكون فخور الا طلع مع ثلاثه ديال لي جون ديبلومي من ديك المدرسه كاع شويه ديال التنافس مع يطلع هذيك المدرسه ماشي مدرسه اخرى مالوغوزمون ما كاينش هادشي بزاف في لي زوتر زيكول قليل وخاصه في لي زيكول كوميرس اوكي كتعلم داك ليسبري ديال
الكونكور او سنس نيجاتيف دو تيرم. سكي في انا باش نجاوبك على السؤال، اولا كاين بزاف ديال لي انجينيور اللي دازو، وانا نقدر لوكاليزي هو بحال دابا نقطه التحول كان سي مزيان بالفقيه تري غون مسيو لي داز في التاريخ ديال المغرب، ومن تما لا كوت ديال لي انجينيور عاد زاد طلعت، هي ديجا كانت طالعه وزاد طلعت شويه، وجاو من مورا بزاف ديال الناس وكلهم زعما صراحه غير واحد ولا جوج داروا خدمه ديال المستوى العالي، المستوى كبير. الى جينا السيستيم فرونسي، شنو كيعلمك السيستيم فرونسي؟ السيستيم فرونسي كيعلمك بزاف ديال الحوايج اللي غيفيدوك حياتك كلها. كيعلمك ان ما نعرفش ماشي عيب، انني في طريقه الامتحان شنو هو الغرض، نخرج ناس كيقراو 4 السوايع في النهار، معلم انك الا عندك 14 عام وكتقرا 4 السوايع في النهار غيجيك شي وقيته غتفرقع، وغادي تجيك شي تفرقعه خايبه في 40 عام ولا 38 عام، وغادي يكون داكشي لا تحمد عقباه مع العائله ديالك مع مراتك مع ولادك. وكاين بزاف الناس في المغرب عندهم بعض المشاكل الشخصيه كتبان ديك 40 45 كيتفرقع السيد، حيت ملي عنده 12 عام هو كيقرا 4 السوايع في النهار ما كيخرجش، كيقرا السبت بالعشيه، هذا الشيء كيخرج كاع دي بروبليم تقريبا بسيكياتريك، حيت ما يمكنش شي واحد المانيا شوف فين وصلوا، امريكان فين وصلوا، الانجليز فين وصلوا، فرنسا فين وصلوا، السبت مقدس ما كيقراش دري السبت في العشيه، ما كيهش صاكادو فيه 17 كيلو، ما كنحطلوش انا في الامتحان شي حاجه ما قراهاش في المقرر باش نحصلو، وما عنديش انا الغرض نخرج ثلاثه اللي غيعرفوا يخرجوا واحد بروبليم حتى واحد ما يعرف له، مع علم ان داك الشيء حتى الا عرفوا يخرجوه ما عمرو ما غيخدموه. حيت الا جينا نفكروا دو مانيير بلو براغماتيك، شنو خصني انا؟ خصني دي ميدسان، خصني مهندسين، خصني دي جون اللي كيعرفوا يبيعوا، دي جون اللي كيعرفوا يسيروا. ولا جيتي تشوف تسول شي واحد عنده 65 عام ولا 70 عام، اجي يا استاذ دابا انت 40 عام وتخدم، شنو هما عطيني خمسه ولا سته ديال المواقف تحتي فيهم في خدمتك كانوا خايبين بزاف وتحرشي، ما غيجبد لك حتى حاجه من داكشي اللي كيتحط في المقررات ديال الماط والفيزيك عندنا في السيستم بوبليك. زعما علاش؟ واش الغرض هو نحصلوا الناس ولا كاين اللي نعقدوا الناس ولا نخسروا واحد ثلاثه ولا اربعه مشاهدين نوابغ، ولكن ما يعرفش يوصل الميساج، ما يعرفش يدوي، ما يعرفش يخدم في ايكيب فيها 700 الناس، وخرتها كاع غيعرف يدير الخدمه اللي كان تيديرها بنتيوم 4، ودابا يمكن لي زورديناتور اللي كيديروها دابا كيديروا احسن منه. هذا اللي مزيان في السيستيم فرونسي. السيستيم ماروكان كيعلمك مالوغوزمون، هنا كتدخل شويه في العاميات ولكن كاين شويه ديال الصح في هذا الشيء، كيعلمك انك ديجا على باز واحد ما مزيانش في الفيزيك ولا في الماط ولا في البيولوجي مكلخ، وعندك عدد ديال الناس نوابغ النيفو طالع بزاف ولكن ما كيبغيش الفيزيك، ولكن الا جيتي دير له ان تيست كيو اي راه. وكاين بزاف ديال الناس كيحفظوا الامتحانات، كيحفظوا التمارين، كيحفظوا تصحيح التمرين، وكيحفظوا كيخدموا 4 سوايع في النهار بالتكرار يفهموا راك عارف شكون، والسيفي كيخرج هو عنده 19 في الماط و17 في الفيزيك عند راسو راه هو وباها مريم ان لا لا، حيت هادشي اللي غيتعلم هو بهذه الطريقه مناهج متجاوزه جدا جدا جدا. انا السيستم الفرنسي اللي حاجه فيه مزيانه كيعلمك ما عرفتيش هذه شي مشكل، انا المهم ماشي غنشوف ما عرفتيش وحلتي في وحده وغنحصلك وغدير بها انت يا كوشمار 20 عام من بعد. انا كدوي مع علم ما عمري ما قريت سيستم ماروكان اللي غنتحصل فيه بهذه الطريقه، يعني مشيت منه على 10 سنين اوكي ماشي زعما حطيت شي موقف اللي اثر فيا، ولكن كنشوف غير الناس صحابي صحابي كلهم بوحدي، يمكن انا كنت سيستم فرونسي كنشوف خوتي اوكي. العدد الهدف كيبان لي هو نحصلوا الناس وهذا لا لا، هذه ما متفقش عليها، يمكن حيت مناصب الشغل قليله سكي فيه خص تكون واحد لا سيليكسيون ناتوريل، ماشي مشكل نقدر نفهم هذا اللوجيك، ولكن حتى الا كانت هاد مناصب الشغل قليله كاين مناهج اخرى باش نديروا هاد لا سيليكسيون، ماشي نعقدوا الناس. ما علم ان كاين بعض الناس ليتيراتور في الثقافه في ليكونومي في الفرونسي سي دي لوميير، ولكن السيستم كيقول لك ايوا شتي راه مكلخ شويه ما دارش سيونس ما دارش سيونس اكس، وداك اللي مكلخين قلب منهم كيديروا ايكو، والمساليين كيديروا ليتيراتور. علاش؟ وهذاك مول ليتيراتور الى خرج بخي نوبل ليتيراتور، وهذاك اللي دار سيونس مات مونسيون تري بيان الى خرج مهندس مزيان ولكن بلافونا، حيت ما عندوش بزاف ديال الحوايج ناقصينه
وغيفوتوا بزاف الناس قل منه في التكنيك ولكن كيعرفوا يوصلوا الميساج حسن منه. هاد الطريقه التفكير خاصها تبدل شويه كده. كاينه واحد القضيه مزيانه عاود في السيستم الفرنسي هو لا كولتور جينيرال مهمه كونتريرمون للسيستم انجلو ساكسون فين كتبقى كونطوني لواحد الدومين و سي ديفيسيل باش تخرج من شي خدمه لي تكنيك باش تمشي دير شي حاجه. مثلا هضرنا على انجينير صعيب باش تخرج من ديك لا كاز انجينير سيستم انجلو ساكسون باش تمشي دير شي حاجه اخرى. وهذه هي لا ديفيرونس برينسيبال. مي عاود كيبقى لو سيستم فرونسي اليتيست شويه حيت دونك الا ما كانوش عندك لي مويان باش انتغري اون ايكول اون غراند ايكول كتبقى ديما كاين واحد لو ديتيرمينيزم سوسيال شي اللي بغيت نقول. لا هو هادو كاين بزاف ديال لي زيدي بصح كاينين الا دوينا نقطه بنقطه. اولا لو سيستم امريكان ما نشوفوش كوم سيستم ادوكاتيف, نشوفو العبره بالخواتيم. نساو دابا هاد الظرفيه اللي شويه صعيبه. الولايات المتحده عندها واحد طوط شوماج ديال 3% جوج ونص 3.5. اش كيعني اللي بغى يخدم داك البلد كيخدم ساشون ديك 3% كاين واحد ما باغيش يخدم, واحد ما عندوش مع الخدمه, واحد متباغو ماشي مع الخدمه, واحد طرالو مسكين مشاكل ما بقاش يقد يخدم, ما يقدش كان تيخدم بحال دابا في لي شونتيي طاح تهرس ما بقاش يقد يخدم. سكيفي عباره اخرى في امريكان بغيتي تخدم غتخدم ماشي بشي سالير دي فورسيمون طالع, ولكن اللي عنده مع الخدمه غيخدم ويخدم مزيان ويحترم كلشي. وهذا السيستم كله المنظومه كتقدرها حيت ما عنديش انا الغرض يكون سيستم اليتيست بزاف ويكون حيت دو توت مانيير خصني غير الناس اللي يخدموا. الا هذاك السيستم اليتيست بلاش كيبدا كيبدا بلاد بحال فرنسا فيها 10% طو شوماج ديجا صافيدير في قسم ديال 30 واحد ثلاثة ما عمرو ما يخدم. الا كاع باش نحطوها دو مانيير كاري باش كلشي يفهم هادوك ثلاثة في حياتهم ما عمرو ما يخدم. سكيفي خص كل شويه اليتيست باش نقدو نصيرو الوضعيه. في المغرب سي بيغ حيت طو شوماج ديجا ديال غادي 40% ولا شي حاجه. كاين دي جون اللي كو كانوا والديهم عندهم الرغبه ولا الفلوس باش يدخلوا للسيستم الفرنسي كانوا غيمشيو مزيان حيت هذوك الناس اي سون با بيت. ولكن السيستم ماروكا عاوتاني كتشوفها بحال دابا في مالين الماط والفيزيك اللي كنا كنحكوا عليهم شويه فاش كيمشيو للبون شوسي وبوليتيكنيك كيقراو الناس كيقراو كاع الاستاذ كيعرفوا شي حوايج هما في الباك كيتقراو في مات سبي ماشي حتى في مات سوب. هادشي كاين ولكن انا الانتقاد الكبير ديالي ما بغيتش انا غير داك 3 ولا 4 اللي كيما درتي لهم anyway واخذت لي فيهم لي سون تيلمون بغيون راه يسلكوا راسهم. انا عندي الغرض لقيتهم في 40 واحد خرج لي واحد جزار مزيان قاري مزيان في التكوين المهني, خرج لي ميكانيسيا مزيان وفرحان وناشط وراضي, خرج لي واحد خدام في مقطع مزيان, خرج لي ثلاثه ديال لي ميديسان واربعه ديال لي زانفيرميير مزيانين مرتاحين اكيليبري. ولكن ما نديروش عاوتاني لونجيليزم ولا نايفتي. لي سالير ماشي هما لي سالير, السيستم ماشي هو السيستم. فرنسا يمكن لك تجلس من الخدمه انت عندك لي بارك بخي غتخرج ولادك سواء كاع براغماتيك غتخرج غدي ولادك لي بارك ما تخلص سيريال. عندك سيكوريتي سوسيال غداويهم ما تخلص سيريال, غتقريهم في المدرسه 30 متر ما تخلص سيريال. في المغرب شحال خصك كاع تربح باش تقري في لا ميسيون ولا تقري في سيستيم بريفي باش تدي لي كور بارتيكولي باش تشري طوموبيله مزيانه باش 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 باش. احيانا بطريقه السوغان طوموبيله مزيانه ماشي غير باش نبان, طوموبيله مزيانه باش ما نموتش حيت الاخ الا غادي يحرق في روج وغيدخل فيا وعندي طوموبيله صغيره يقد يقتلني. وي هادشي كان اكزاجيرو شويه باش يوصل للميساج. هادشي ما كاينش. انا كنت في نوض بحال دابا فرحان كناخذ الطرام ما عنديش كاع العقد, ودابا الا لقيت طوبيس مزيان ناخذو ما عندي حتى مشكل. ماشي خصك تبان ولا ما تبانش. سكيف انا باش نجاوبك على البروميير بارتي ديال السؤال خصك تشوف لا فيناليتي. لا فيناليتي بلاد فيها 3% الشوماج ماشي هي بلاد فيها 10% الشوماج, ماشي هي بلاد فيها 40% الشوماج ديال ديجا, وهادشي غيكونديسيوني تو لو ريست. وما نظنش ان الاساتذه قباح ولا فرستري وخصو يخرج في الناس حيت هو عارف ان دو توت مانيير كول سنتر مالوروزمون يقد يخدم فيه دكتور ديتا بالفرنسي. سكي في راه المخيرين في المخيرين في المخيرين في المخيرين في المخيرين, ويلا انت امبلويور وتختار اللي بغيتي وغايجيو لك 15 سي في الطبلة وغاتختار اللي بغيتي حيت كاين الشوماج مالوروزمون.
هذاك لو ميم بروفيل فميريكان ديجا ما عندوش لو بوزوا يمشي يحرق راسو ابار الا كان هو باغي يديفلوبا ولا شي سلكاه شويه ديال لو تويوتيزم وشويه ديال لو فورديزم انا كنعرف لك داك لو بولون هذاك لو تروك وهذاك البولون اللي كعرف ركب غيخرج ليا صالير مزيان وغادي المجتمع غيعترف بيا ولادي غيقراو مزيان وغنكون ناشط وعندي الويكاند ديالي وغنخرج وغنسافر نمشي للطاهو ليك وغنمشي حتى انا غنعيش مزيان في المغرب صعيبه سكيفي كاين بزاف دابا في امريكا كياخذوا هذه المنظومه ديال مرتاحين حيت عاوتاني المنظومه لو سيستيم تيلمون بيان فيلي ما تحتاج تفهم حاجه اخرى بارفو في المغرب تي اوبليجي تفهم حاجه اخرى حيت بارفو الثقه ما كايناش انت درتي خدمتك ولكن غتمشي عند واحد اخر مازال يمكن نسميو حنا فضول ما كاينش الثقه ما تيقيش بيناتنا ولا بدا خصك تطل واش دايره مزيانه واخا ماشي خدمتك حيت ما عندناش حنا شويه ديال هاد الثقه كاين شويه ديال التقاليد كاين شويه ديال الثقافه كاين بزاف ديال الحوايج كي فون كو اون ان بو ديفيرون ولكن انا من خلاصه القول هادشي كله الا خدينا الذكاء لانتيليجونس بور دابا انا سافرت الحمد لله مشيت فرنسا عشت فرنسا عشت سيمو في السويد واحد ليشونج دابا عايش في الامارات هذه واحد 4 شهور ولا 5 شهور هي خدمت في ميتي ناسيونال في المغرب كنا كنتقارنوا بحال دابا لا فونكسيون ديالي ولا واش على راسي هذا الديريكتور فينانسي ديالنا عنده 40 ديريكتور فينانسي في لي فيليال ديال الجروب كله الذكاء بور في لا تكنيسيتي بور ساشون كو لا كومبلكسيتي اللي عندنا في الفينانس والفيسكاليتي راه ما كايناش بزاف البلدان يمكن سي لو ميور ما كاينش شي واحد احسن منه ولكن هذاك السيد إلي خرج من بزاف ديال المراحل بحال انت جايس ان باركور دو كومباتون واحد كيتيري فيك واحد باغي يطيحك واحد هذاك اللي وصل فورسيمون غيكون عالم ساشون كو داك لا لوجيك ديال البيستون اللي كانت شحال هادي ما بقاش باش ما كتقولش على راسك حتى اللي غيبيستوني بحال دابا كيجيني شي واحد كيتصل بيا بغيت نخدم ولدي هذاك السي في اللي كيعطي لك ما كانش هو كاع يدوي حيت هو يحشم دون باغ يعطيك السي في ماشي هو وثانيا الوقت تبدلات سكيفي دابا 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 الناس عندنا في المغرب مزيانين تكنيكمون مزيانين سو انتيليجون كيعرفوا يدويو بالفرونسي كيفهموا الصبريونيه كيفهموا الطاليانيه دماغهم خفيف كيتعرفوا يتادابطاو يقد يمشي يجلس لك سيمانه مع سعوديين يدوي معاهم مزيان ويدويو في الثقافه ويضحكوا على فيلم مصري يجلس مع دي فرونسي يبدلوا دي بلاك حنا تري تري بيان بارابور او بي كي نو في كو 100 مليار دو دولار ولا 110 مليار دو دولار دو بي بي C'est-à-dire à quelques jours d'Américain. Quelques jours. Quelques heures d'Américain. Jeff Bezos sera en deux. Il a jamais dit que c'est le pays qui est le pays. C'est un tableau de la tête qui est le pays qui est le pays. L'Honduras ou des choses. Jeff Bezos sera jamais en Cameroun. Mais je pense que par rapport à ce qu'est le pays, l'économie de Yellow, je pense que c'est un peu plus difficile. وما عارفين شويه القيمه ديال الناس المغربي لو ماروكان مويه قلت انا دوينا دو مانيير نايف ان بو امريكان ولا كنديان انا ما كونفيكس لو ماروكان مويه ولد الناس وضريف يسمح في حقه كاين واحد 17 لواحد كيبانوا لك ديما في فيسبوك ولا في واتساب جوج شناوه جبت سيف طير له عينيه قطع له صباح وي هادشي كاين كاين في البنان ولكن بار ديفو لو ماروكان مويه اي بلوتو جونسي بلوتو مسالح بلوتو مسالم بلوتو انتيليجون plutôt de Maroc, plutôt qu'il s'adapte, plutôt. Là, on a un peu de mal avec nous. Et parfois, on a un peu de mal avec nous. Et c'est ce que tu penses, parce que tu es venu à l'Emirat, le Misri, il va te battre pour sortir, il va être misali. Le Maghribi, parfois, il n'y a pas de téléphone au Maghribi, il n'y a pas de Maghribi dans l'organisation. C'est un peu de mal évoluer. Mais quand je suis venu à l'autre, encore une fois, je suis venu au système. Quand tu as 7 ans, كتسمع ان الشوماج طالع وخصك نون سولمون تقرا مزيان وتحاول تيري في خوتك باش ما تكونش في 40% اللي ما غيخدموش لي موان دو 35 اللي ما خدامش دونك لي ميثود خصهم يتبدلوا ولكن سوني با كو المواطن المغربي اللي قبيح ولا شي حاجه كاين بزاف ديال الحوايج ما متشبكين في هادشي اوكي تبغي تعطينا شي لمحه على شنو هو هادشي ديال لا جيستيون دي ريسك على ما فهمت بديتي في لي زاسورونس واه ماشي كامل من لينكدين انا صراحه لا بديت في لوديت
دايوغ سي بيان سي بيان هاد لي كومونتير اللي كتعطيني صا بدير يمكن البروفيل ديالي ما واضحش بزاف نعاود نشوف لا بصح سي بيان سي بيان فوك لي جون برين دو ريكول سور او لا مزيان انا بديت في لوديت شنو لوديت فينانسي سي شنو سادير كتمشي كتشوف لي كونط دون سوسيتي لي بروسيس ديالها وكتحاول تفيدهم من جهه ديال لي بروسيس يكونوا ان بو بلوز افيكاس وفي لوديت سي سورتو اون فونكسيون ليغال كتشوف لا بيرتينونس ou le caractère raisonnable des comptes. Wesh les comptes, mzgolin ou la la. Un affaire compte auditeur ou consultant, à l'époque c'était possible, ou tu as besoin de l'assurance. Tu as les assurances, tu as besoin de l'assurance. Ou tu as besoin de l'assurance. Et les assurances, tu as besoin de l'assurance. Tu as besoin de les clients, tu as les assurés. Tu as besoin de comment calculer des réserves mathématiques, actuarielles. Tu as besoin de l'assurance, les placements. L'assurance moyenne, on a l'immobilier, on a les actions, on a les obligations, on a les titres non cotés, les OPCVM, on a tout ce qui est flou. Quand tu apprends qui fait le recouvrement de l'homme, quand tu apprends qui fait gérer des effectifs de 5000, 6000 personnes, quand tu apprends beaucoup. Je faisais, je voulais qu'on travaille dans l'industrie, à la centrale laitière, ou des choses, mais surtout l'assurance. Moi, je suis l'assurance, mais il y a une assurance particulière, assurance crédit. شنو هي لاسيورونس كريدي كتلقى بحال دابا فورنيسور فورنيسور كيبيع السلعه ديالو باش باع طون ديال الحديد لواحد كليان الى الكليان خلصو سلام فينا تخلص الى دار معاه غير خلصو فان موا تبعت الشهر وخلصني بالكارني بحال كيدير البيتري كاين لو ريسك على داك السيد فاش يدوز الشهر ما عنده ما يعطيه لاسيورونس كريدي هي هذه خدمتنا كنديروا اون اناليز ديال لا كاباسيتي امكانيه ديال هذاك الكليان انه يخلص الفورنيسور ديالو بعد شهرين ولا ثلاث شهور كتدخل فيها لاناليز فينانسيير لاناليزون فينانسيير بزاف ديال العوامل وكتقد تشوف احيانا كتصايب احيانا كتزقل واش هذاك السيد غيقد يخلص الا ما خلصش انت نورمالمون كتانديميزي حيت هذا لو ريسك داسيورونس بحال دابا في لاسيورونس اوتوموبيل درتي كصيدا غنخلصك لاسيورونس كريدي ما خلصتش كليان ديالك انا غنخلصك على حساب لا غارونتي اللي كنت عاطي قبل ساشون كو في لوطوموبيل نورمالمون كيما كان هاد لاكسيدون انا غنخلصك في لاسيورونس كريدي كنتفقوا على دي بلافو داسيورونس هذا غنعطيك فيه ماكسيموم دانديميزاسيون 20 مليون درهم هذا ماكسيموم 500000 هذا ما نكوفريش كاع حيت ما تايقش فيه وهذه لا بارتيكولاريتي ديال لاسيورونس كريدي فيها واحد لا فونكسيون تكنيك qui permet de réduire le risque. Mais si je suis l'assurance maladie, ou le décembre, je vais dire, 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 l'analyse préparatoire. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'assurance incendie? Quand je suis avec une visite, quand je fais 4 stocks de bouteilles de gaz, 4 stocks de... Mais c'est plutôt formaliste. C'est un peu plus poussé faire le vol. Donc, on a fait faire le domaine, quand je fais le Maghreb, كازا مورا جاتني لوبورتونيتي نخدم في الامارات لا ميم فونكسيون اوكي ومشيت الحمد لله وهذا دومين كيتعلم فيه الواحد بزاف اوكي وكانت لادابتاسيون رابيد في الامارات ولا كاين يمكن الامارات سمعت واز سمعت كانوا عيطوا عليك في مغسطك واحد المره سمعتها كتهضر على الامارات قلت لكم كوسموبوليت في دبي فا فاسيليت الانتغراسيون زعما ما ماشي بحال الشكل ديال 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 مدينه كبيره في المغرب واخا تكون كبيره سي با اسي كوسموبوليت لا حنا الصراحه ديجا نبدا من هذا لو بوين مدينه كبيره بحال كازا ولكن كتسول ان جون فين كيمشي كيقول كيمشي السبت والعشيه كنمشي للمعارف مورا كناخذ قهوه في غاندي وكنمشي شويه لعين ديام وكندخل للدار هي كبيره بزاف ولكن كاين بزاف ديال البيضاوه غير سامع فين جات تتمليل فين جات هجاجمة فين جات اناسي فين جات البرنوسي كاين بزاف ديال الناس اللي سامعين ماشي صافي غير هادو اللي غير سامعين جايين كلهم من تريونغل دور ولا من اونفاسيون غير حيت كبيره ما ولد بحال دابا بورغون الا ما عندوش شي صاحبو تما ولا شي بصلاحه اش غيمشي يدير في البرنوسي ولا في سيدي عثمان ولا شي حاجه ديجا كبيره اكلاتي هنا كتحس بحال دابا في الامارات هي سهله بزاف لا فيناي
حيت كوسموبوليت عند لي ناسيوناليتي كلهم ولكن لي ناسيوناليتي كاينين كلهم كاينه حتى في امريكان وكاينه في كندا ولكن الفرق هنا ان مواليد شي عرب سيتادير ماشي كتحس براسك فين ما كنتي خدام ولا شي حاجه وحسيت بها فرنسا ما كتبقى ماشي بلادك انا سميتي هشام ولا ما كتحسش نتايا براسك مرتاح واخا كدوي فرونسي كوريكت وكتهضر مع الناس وتخرج معاهم وهما كيحسوا بك بحال انت بحالهم ولكن انت ناقصك شي حاجه انت تقدر تكون بحال واحد عنده شي عقده ناقصها شي حاجه لا هو اون جينيرال كنظن في هذا المشكل هذا سي فري سي فري ما اش في السويد ولا شي حاجه سي كوسموبوليت سي ما كيماش بحال هنا سي سان تقريبا توتي ناسيوناليتي ديال العالم كاينين هنايا وكتعلم الثقافه التايلانديه الثقافه الهنديه الباكستانيه المغربيه الجزائريه والناس لو سو جوج با بحال دابا واحد باكستاني كيلبس تيربان كيلبس تيربان عاديه مغربي كيصوم في رمضان كيصوم ما خصناش ناكلو حدا حيت كيصوم في رمضان ما ناكلوش حدا واحد الماني كيبغي يمشي لوكتوبر فيست ياخذ لا بيغ في اكتوبر في ميونيك مزيان حياته كاين الشورت ولا شي كاين بزاف ديال التسامح هنايا وكاين شويه ديال لوفيرتور صراحه ما كاينش تطرف واللي بغى يدير شي حاجه كيديرها بغيتي تمشي للجامع كاين الجوامع بحال المغرب كاين الجوامع كدير اللي بغيتي باغي تخرج تخرج باغي تمشي للمول للمول باغي تمشي للبحر تمشي للبحر كاين تري تري زوفير تري 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 زوفير وكاين شويه شويه ديال الناس داينه فوق راسهم اللي ناقصنا حنا شويه في المغرب داينه فوق راسهم حيت كاين بزاف ديال الناس اللي في المغرب يقدروا يعيشوا احسن من هكا ماشي شغلك انت بنت الجيران شنو لابسه هادشي شويه قديم عندنا وباقي شويه بلدي دير في سوق راسك زعما راه لا في سوفيزامون ديفيسيل وحياتك انت براسك سوفيزامون دير في سوق راسك ما يكون الخير هذه كاينه شويه في الامارات وهذه دو سو كوتي لا سي وي مزيان اللي بدينا كنهضروا على هذا الشيء هذا حيت لو سوجي ديال البودكاست هو لا سيتي بون هذا بالنسبه لي سيتي بحكم الاختصاص سيتي غير ان بوين دو ديبار ولكن المهم كنخلي لا ديسكوسيون تكون سبونطاني ماشي مشكل نقدروا نهضروا على اي حاجه و دونك لما قريت كنتي خدمتي مع دي بيي افريكان واش كانت عندك لا بوسيبيليتي باش تسافر تما ولا سيتي ا بارتير من المغرب لا مشيت وفرحت بزاف مشيت كنت كنمشي بزاف كان بروبليم دو فيديو لا سي بون انا اللي حبستها اوكي مشيت للكوت ديفوار وسورتو للسنغال كانت عندي فلاسيورونس نيت كانت اون كومباني ماروكان باغا تشري اون كومباني تما في لا ريجيون هاد بوتيت ديغريسيون تكنيك في لا ريجيون لا زون سيما ديال لافريك دو لويست فاش كتكون عندك ان اغريمون بوغ اكزيرسي لاسيورونس في شي بلاد عندك لاغريمون في تو لي زوتر بيي سكي في كان تيقلبوا غير على الدخله واش من الكوت ديفوار ولا من السنغال ولا من البنان ولا من شي بلاد وديك الساعه انستراو في المغرب مشيت للكوت ديفوار مشيت لغانا مشيت لبوركينا فاسو مشيت لموريتانيا مشيت للسنغال لي زوتر بيي افريكان مشيت للجزائر مشيت لمصر مشيت لتونس ديجا كتحس ان المغرب الى سورتو غندو على السنغال زعما داكشي خيالي بحال مغربي في ليماجينير ديالو كيدوي على امريكان شفت فيلم ديال سيلفستر ستالون في الثمانينات بحال هكا كيدوي سنغالي على المغرب كيدوي فرحان بينا بزاف حنا زعما ايفولوي وحنايا لي غران فرير ديالهم وحنا نتعاونوا وماكروش حتى هما ايكونوميكمون يقربوا لنا كتمشي للسنغال كانت كتضربني الفيقه ولا ما كيدينيش النعاس كنخرج مع ثلاثه اربعه الخمسه كونك مغربي كيمكن لك دير دي شوز كاع بات تمشي لشي كارتيي الشوط تسرى فيها في 4 الصباح زعما السنغال كيبان لي من اطيب خلق الناس خلق الله ما كاينش زعما دي ريبيتاسيون لا بزاف وتا في راديو مارس بحال دابا موسى نضا ولا عثمان ضيوف وقيل من اطيب الناس اللي شفت حياتي بحال اللي كيكونوا تما في الراديو بحال اللي كيكونوا على برا وياخذ القناه مع الناس ويتسنى ويدخل وما ينساش خوتو ويمشي عاوتاني واحد السوق نموذجي بمراكش ويتسمعهم
لا سي هذه اللي غير اللي كانت تسمح لي داكشي علاش كانت ايرونيك شويه فاش خسرات فاش تقصات السنغال من لا كوب دو موند على ود فير بلاي الى عقلتي سي وي سي وي تي بيزار واحد شويه كوم سي با اون كومباريزون لا ريبوتاسيون لينو سي بين قوسين هذه بين قوسين مشيت للسنغال لعبت كره معهم في صالي واحد 60 كيلومتر على داكار جاب الله ما عنديش واحد تيبيا بيغوني خليته تما هو لعبو ماركاك كيلعبو قاصح ولكن ضريفي خص الناس تخوش ما نجاميت لي جونج ضريف ولاد الناس بحال داكشي اللي كانوا كيعاودوا على المغرب في الستينات فاش كانوا كيجيو لي توريست ودخل عنده للدار بلا ميعاد ولا عنده يحطوا لك في الماكله ولا بحالك ضريفين ولاد الناس بزاف بزاف كيمشيو لفاس الطائفه التجانيه فرحانين بينا بزاف 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 وانا كنمشي قاعد مع عائلتي كندوز دوز دوز ايتي في السنغال فاكونس انا كنخسر اساس عليا دوك الناس بزاف اوكي دونك كود كار ديالك في افريك هو السنغال واش بالضبط داكار ولا شي بلاصه اخرى كاين بزاف ديال القنات كاين بحال دابا واحد القنت سميتو لا كازامونس فيه دي بروبليم شويه ان بو دو تيغوريست ان بو دو يقد يكون شويه خطير ولكن داك لي كارت بوستال ديال باباس ولا شي حاجه سي 5 6 فوا ميل سورتو هي بحال هاد البلدان في افريك كلها كاين لا تيوري ايكونوميك ديال ماكروسيفالي راس كبير المغرب هي واقيلا المدينه البلاد الوحيده في افريقيا اللي ما عندكش مدينه واحده كاينه سلا كاينه الرباط كاينه مكناس كاينه فاس كاينه بزاف الا دويتي على الكوت ديفوار ديال ابيجان دويتي على السنغال غدوي على داكار دويتي على افريك دو سود غدوي سورتو جوانيسبورغ شويه شويه كابتاون دويتي على تونس غدوي على تونس دويتي على الجزائر غدوي على الجزائر العاصمه دويتي على ليبيا غدوي على تريبولي دويتي على مصر 100 مليون نسمه غدوي على القاهره حتى الاسكندريه وداك الشيء سورتو افلام بورسعيد شي لا سي القاهره حنا المغرب عندنا 6 7 دول كيف ايكونوميكمون فاش غدوي الا مشيتي تما بور دو بيزنس غتمشي لداكار ولكن داكار حتى هي فيها بزاف ما يتشاف فرانشمون بزاف ما يتشاف D'accord. Ou واش كيجيوك شي افكار ديال زعما لا كومباريزون بين هاد لي زونيفير هادو زعما في الاختلاف ديالهم واش بحال خرجتي بشي كونكلوزيون من هاد لي فواياج كاملين واش كتجي تكونبار ان كونكلوزيون الاولى اللي وصلت لها ان حنا معقدين كمغاربه مازال كندوي على لافريك كيف هذا السان افريكا وانت شنو سويدي هاد القضيه عندنا مشكل كبير حنا مازال ما فهمناها ساشوك حنا عندنا مشاكل تا جيوبوليتيك اكبر بكثير مع خوتنا اللي قرابنا بحال دابا المغرب وبعدنا غير الخير والاحسان مع بزاف ديال الدول في جنوب الصحراء ما كاين حتى عندنا مشكل كتمشي لموريتانيا خص راسك في المغرب زعما ماشي تكون انتربريتي او سونس نيجاتيف ديال عندي فكر على الخريطه ديال هذه ثلاثه ديال القرون ولكن داكشي موريتانيا ولا سمحتي لي قطعك تف ليتنيسيتي عندنا واحد المشكل حيت كنصحابو راسنا بويض كنصحابو راسنا دي كوكازيان لوغ كو سي با الكا وديجا هاد لا لوجيك ديال كوكازيان هذه متجاوز هذه مزيان لونسيتيني على هذا لو سوجي كاين واحد عدد كبير ديال المغاربه ما تقدش تفسر له ان واحد زعر بلون وعيني زرق يقد يكون خايب ما يفهمهاش الوغ كو فاش كتمشي دابا سورتو لكندا ولا كيبان لك بزاف يوم زعما على قد الحال ولكن بصح اللي بلون والبشره بيضاء وبزاف ما غيفهموش ان كاين بزاف ديال لي جوور فرنسا بحال دابا ديال الكره حتى في الدوزيام ديفيزيون هذاك سي اون بيل بيرسون و اون فام سينيغاليز اللي تري جولي عندها اون بيل تاي وعندها دي تري فان ولكن يقول لك لا هاد طرفوا هاد الناس اللي عندهم التفكير هذا خصها شويه ديال الفورماطاج حيت هادشي متجاوز جدا سكيفي ها حنا كاع سوبوزون كاين المغاربه اللي كيشبهوا لي كوكازيا ولكن كي هذيك لو كوكازيا اي تي بو وك الافريكا اي تي موش سي فو هذا بنقار لك صامويل ايتو كلاعب الى دو جولي تري ساديو ماني الى دو جولي تري علاش غيكون ساديو ماني خايب حيت سنغالي وغادي يكون كارفاخال بوغوس حيت صبريوني شوف كومبارون لي تري دي بيرسون ويبان لك الفرق هذه عندنا شي عقده كبيره خاصها تبدل كومبليت هذا مشكله اخرى ديال
هذا شويه ديال الضحك بارفوا ديال بين الناس وداك الشيء هذا شويه متجاوز ما خصناش نضحكوا شي حوايج بحال هكا وي سي صافي انا لو بوين ديالي كوم كوا سيتي ما عندكش الحق تكون زعما كزينوفوب ولا معادي لهاد الناس هادو على الاساس ديال انك بيض اونتري غيما حيت حتى هذيك حتى هاد الاثنيسيتي راه حنا ما كنتميوش الاثني ديال لي بلون بيان سور حنا كيضحكوا علينا شتا البارسا والريال فاش كتمشي تفرج ماتش ديال البارسا ولا في الريال برشلونه ولا مدريد كنمشيو تحشمان عندي صحابي اللي في لي بينيا هنايا في برشلون بارفو راه كيمشيو وحشمان كيجيبوا فيه شكون انت هي واش كدير وباش إنا حقو ليسي كاتالون ولا ليسي مدريدي ولا تكذب على راسك بس كيف هذه هو خصنا نبدلو هذا النظره ستبدل كومبليت واحد هذا هو التخلف ماشي تخربيق هذا هو التخلف صافي ما شفتو دابا مع هذا الكونفينمون حاجه مزيانه بارفو كاد عندك دي ريونيون طرافاي ما كتلقش الفيديو ما كتعرفش مع من كدوي كتعامل مع ميل كتعامل مع ان بيرسون هذا شيء قديم ويمكن حتى المستعمر دخلوا ناخذ معنا في خلطه قضيه با المهم زعما كترجع لشكون كتب ليستوار او فينال كون داك لو ريسي مونديال كنا حتى حنا داخلين فيه ولا لي افريكان داخلين فيه غادي تكون حاجه اخرى ولكن ليستوار ا ايتي كريت بار دي بلان و ليستوار سو ريبيت حيت لي فرونتيير كاين تراسيين دورها وسيلو كتجي كتهرس فين تخيبي في الوسط كيبغي تيوم يتعايشوا هذا كاين بزاف ديال لي زيفواريان قرب بزاف من لي بيركينابي حيت لا سي لا ميم تريبي بارابور واحد ان ايفواريان دو سود قرب من ان بيركينابي بارابور ان ايفواريان دو نور ما كيعترفش به اي كامروني دو نور كانت عنده كولونيزاسيون الموند ما كيعترفش بان كامروني في دواله بحال دابا ماشي بحال ولكن لو ميم كامروني اللي في دواله غيكون بحالو بحال ماليا ولا بحالو بحال سنغالي ما كاينش الفرق لا نوصيون دي فرونتيير سي نوصيون تري اوكسيدونتال حنا ما عندناش شغل في العربيه ديالنا لا نوصيون ديال الكاداستر ديال الارض كدوي هذيك الارض ديال فلانه كتسالي ديك الحجره ديك الشجره والارض ديال الحد كنا عايشين مزيان باش بارفو كيدخلوا شي حوايج بون سا بيرمي دورغانيزي ولكن بارفو كنقلبوا هاد الخربيق مالوغوزمون اوكي و بون سؤال يقدر يبان في شي شكل ولا شي حاجه ولكن كون كانت عندك لا بوسيبيليتي تبدل لا كارير ديالك واش شنو تختار من غير الدومين ديال لا فينانس اونيتمون ما نضمنش نكون نختار حاجه اخرى الا جينا نفكروا كاع دومين بار دومين كاين بزاف ديال لي دومين بحال اللي حكينا في الاول خص يكون عندك اون باس ساينتيفيك مالوغوزمون في البريك عندي باك سيونتيفيك وكل شيء ولكن ما ارتاحش فيها كيف باش دير ميديسين ولا باش دير انجينيري ولا شي حاجه كانت صعيبه اللي كنت نبغي بزاف 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 ولكن يفوا يت براغماتيك كنت نبغي بزاف نكون صحفي عندي واحد الاحترام كبير لهذه المهنه وشنو ما بغيتي راديو ولا تلفازه ولا صحافه مكتوبه كنت حماق عليها ولكن مالوغوزمون ما جايش انا من اون فامي اللي نقد نعيش بالصحافه عندي صحابي بحال دابا اللي عايشين من الصحافه ولكن كون جاو من دي فامي موائزه ما كانش غيعيش من الصحافه اوكي دونك كانت عندي لا بوسيبيليتي نختار نعيش من الصحافه سيتادير ما غنربحش بوتيت جو غاني دابا ساشون جو غاني با انورميمون ما كنتش غنربح اوطا ولكن كنت غنسلك راسي سوف كو مالوغوزمون بارفوا حتى داك لو مينيموم ما كاينش وهذه اللي ناقصه شويه ايوا كاين المشكل تاع شويه في المغرب لا براتيك ديال الصحافه في شي شكل حيت راك عارف كيفاش ولات القضيه داخله فيها شوف تي في وداك التخربيق فك سي من غير الا كنتي في شي انستيتيوشن باينه ولا زعما ما عرفتش انا مثلا ميديا تي في زعما صعيب باش تبراتيكي دو مانيير بروفيسيونيل فداك لي ميليو والله ما متفقش معاك سوغ سو بوان باسكو الواحد هو اللي كيختار تقد تكون في دي ميديا دو ريفيرونس وما تكونش نتايا مرتاح تقد تكون في ميديا مويان وتكون نتا عندك واحد لا ديونتولوجي بحال دابا هذاك لي زورغان اللي دويتي عليهم انا ندوي وسونس بلو لارج بحال دابا راه سي ان درام ان في المغرب
عندنا واحد سميتو X1 ما شنو سيت اون ستار. عيب عيب ما يمكنش يكون عنده دي مليون دو فولوور سي با بوسيبل. علاش سي تادير وصلت بينات كلاخ احترامات الناس ان هذا كون فالو تروفي درول ولا شنو حيت زعما اون بيزوان دو بلو بيتي كو سوا غنضحكوا عليه شنو نقد شي نهار تكون راش قالي نقرا اون ديباش صافي وداز ولكن غنبقاو لاصقين فيه مع احتراماتي للشخص ما عندي مشكل مع الشخص ولكن علاش هذا بقى واحد السيد بارفوار كتجيني واحد انا كندخل في طوندونس يوتيوب كنشوف شناش اش كنبغيو كاين واحد السيد سميتو نيبا وي كيضحكوا عليه حيت شويه اون سور بوا وعنده واحد السنان طايحين كيديروا له دي بيطار في البيت كيتفرقعوا وداكشي كيبداو الناس يضحكوا ولا كيديروا له فكرون في طنجره ولا سي 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 ما هذا حنا كنديروها لراسنا حيت بارفوا عندنا دي زيدون اللي ما داكشي ناقص شويه مع احتراماتي للشخص كذلك ولكن علاش انا غادي يكون عندي واحد بحال هذا عنده 4 مليون دو فيو اون فيديو شنو هو البرينسيپ ديالها مشى يفطاجين حيت كنبغي نتفرج انا في هذا الشيء باش ما نظلم حتى واحد تفرج في دو فيديو ديالو اون فوا كمشى للسود عطاو له واحد الطاجين في واحد الحنش ديال ميكا وشافوه تخلع وكان غيسخف هذه هي لا فيديو 4 مليون 5 دو فيو علاش مشكل هو مشكل عالمي ولكن بلوس زعما ما مشيت شي دوله اخرى وصلت لهذا النيفو هذا ما غير المغرب شوف هذا باريس سيلتون هذا مشكل عالمي حدا باريس سيلتون باريس سيلتون دارت سا مارك دو لينجري دارت سا مارك دو فيتمون دارت ان كونسيبت دارت اون رياليتي تي في تبعها لي كارداشيون باغي انا ما عنديش مشكل مع الناس اللي ما عندهمش حدا بين كولتور جينيرال باش ما يفهموش الناس غلط عندها اللوجيك ما ماناجيريال ودارت فلوس بزاف هادشي اللي كدير لا بروف كاع الا بغيتي كاع ندخلو في هادشي علاش هي وصلت فين وصلت ونيكول ريتشي ما وصلتش فين وصلت حيت هي الى انتيليجون بوتيت ولكن واحد ما عندوش داكشي بروميير دوغري شنو هو السيد كيلبس واحد ديباردور مونسخ ويلا اون سور بوا وعندو سنانو طايحين وكيدير خصنا نضحكو هذا سي سا سي نول طون كون ريغول غا دو سا وعندو 4 مليون دو في ما غنطوروش هادي ما يفو بريسك اتر ان بو ديكتاتوريال في هادشي النيفو شويه يطلع نو اوكي ما هادشي كيدير نهضروا على كيفاش وليتي كرونيكا في راديو مارس انا عارف ليستوار بلوز او موان ولكن واش تبغي تعاودها لي زوديتور لي فيتور زوديت هذه سطيحه كبيره اكبر سطيحه حيت ديجا انا يفو سافوار حنا كنا في الجيل ديالي كبرنا بلي نوباكو حد العشيه داكشي حدا ما كانش عندي ديكودر وي مره مره كنت كنمشي عند الدراري صحابي عندهم ديكودر كنتفرج ماتشات ديال السيريا حنا كبرنا مع السيد بحال شي واحد كان تي هلا قلتي ما ندويش على مبابي ولا ما كنقارنش راسي بمبابي غير هو بارفو يقدي يلعب مع لعاب كان تيحط هو البوستر ديالو فاش كان صغير حتى ولا كيلعب معاه دو انا العاب ديال لاماتور كان تيعرف شي واحد عنده في الفيلاج ديالو باش ما يخليكش الناس عاجبو راسو بحاشا ما كندويش على راسي بحال مباب اي واحد في لاماتور عنده 15 عام في الفيلاج ديالو في فرنسا كاين لا ستار دو فيلاج عنده 24 عام ليبوك دارت ليا حتى ولا كيلعب مع فرق منين بدات هادي بدات في خدمتي فاش مشيت لهاد الخدمه ديالي في المغرب طلبوا لي ان ارتيكل في ليكونوميست ساشون كو كنت كنكتب في لافييكو ولكن لافييكو سيت ان هبدوماتير مزيان محترم ما كيتقراش يمكن بحال اللي كيتقرا ليكونوميست درت ان ارتيكل في ليكونوميست عجب الناس كنعقل واحد 3 في الصباح خرج ساشونك داك الارتيكل درتو او بي لوفي حيت كان كيخصو يكتبو واحد الشخص اخر من واحد لورغانيزاسيون اخرى ما قدش يديرو وانا ما عنديش كاع حاجه فيها التعاقد كاينه بزاف يعني تبارك الله ما عيطوليش النوبه الاولى ما نديرش الا عندي الوقت وفوم ديت فوت لي فير لو بوكلاج من دابا ساعه خصكم الارتيكل من دابا ساعه الا عندي الوقت غندير اوكي ما عنديش داك لا غراندور ديال لا تيت ما بقاتش هكا تنفخات شكون بغيتي انت وحتى حكرتيني كاين عند واحد كيدير دو ريبليك في بياس دو تياتر في المغرب كيولي بحال هكا فحكول انا ما فياش هادي ونسبير عمرها ما تولي فيه درت الارتيكل عجب الناس عيطوا لي من واحد النمره ما كنعرفهاش شكون السلام عليكم وعليكم السلام لوكس راديو قرينا الارتيكل ديالك عجبنا عندنا ان ديبا في العشيه وديك اون بيرسون بلا ما نذكروها ما تقدش تجي
ولا ما بغاتش تجي حيت لو تيم شويه بوليميك واش تجي؟ نجي. مشيت كان ديك الساعه رشيد حلاوي كي بريزونتي ليميسيون غران جورناليست كان في لو دومين ديالو سي لو ميور جورناليست عندنا في المغرب. درنا ليميسيون داس كوريكت داس مزيانه. جات اون ايميسيون ثانيه هو عيط لي ديك الساعه رشيد سوغ ان توت اوت سوجي درت الثالثه. كان معنا واحد لو كرونيكور كونسلتان كيدوز بزاف مع رشيد الحلاوي هو صلاح الدين نبيله صاحبي والضرب وعزه ضيف تلاقيتو من بعد كازاوي كيشجع لي فار و سي ان اوت سوجي و الناس الي ديريكتور بيداغوجيك في ليكول وعندو اي كونسلتان سي تري بون. مشى تبع رشيد الحلاوي اللي ولا في راديو مارس كيدير واحد ليميسيون سميتها لو بيفور لو غران طورال لو بيفور قبل لا مارس هذاك كنت مع السبعه الصباح وانا في ضرب وعزه الى بغاوني نمشي خصني نفيق مع السته وانا كنسالي معطل ماشي مشكل. واحد النهار عيط لي رشيد تا داروا شي 3 شهور مع صلاح الدين مع دوت كونسلتون مع عبد الملك الثاني اللي ولا سفير ديالنا دايور في ابيجان بزاف ديال الناس تري انتريسون سي محمد قباج ان غران اكسبير كونطابل في كازا بزاف كانوا بزاف ديال الناس عثمان ديوف ديوب باردون ديال مازار هذا مغربي اكثر مني نسيتو بايلا فاش كدوي عليه سينيغالي داير الى يوسف باك في ديكارت تا هو كان لو بانيل انتريس. واحد النهار كانوا كان غيمشي عبد الملك الثاني كان غيمشي غيولي سفير كيف ما يقدرش يبقى يكون عنده لي ميم زابارونس لي اباريسيون. عيط لي رشيد حلاوي عايشه داكشي شي 4 مو من بعد واش تجي؟ قلت تجي ما فياش هذا شي حاجه سميتها ودرتي لي ميسيون بلا بيا وجيت وبورتون سيتي با موفي فاش كنت كنجي عندك عشان ما تعيطليش حتى مشكل انا قلت نجي غنجي الا تعاقد لا والو. مشيت بس مزيانه الاولى الثانيه الثالثه حتى وليت كندوز من اون فوا بار سيمين دو فوا بار سيمين 3 فوا بار سيمين 5 فوا بار سيمين صادير توت لي ميسيون. واحد النهار ساليت لي ميسيون خارج مع السبعه ونص غنمشي لخدمتي هو يدخل لينو اول مره غنشوف شو لينو انا كنسمعو في الراديو كنسمعو باش كنت صغير شنو هي لينو كيدوي معايا انا بقيت بحال شي دري صغير. قال لك بون كاينه لا غريف دي تران ساشون كو اللي كيجيو من الرباط كيجي عزتين عماره صاحبي دابا كون غون مسيو كيجي نجيب السلمي ان دي بلو غون جورناليست في تاريخ المغرب كيجي عزيز داوده بلا ما ندوي عليه غير يمكن في الرياضه المغربيه في البالماريس لي دو انورميمون بيدوان قروج حسو بوطياب تهلا فينا السي عزيز با ديميسيون. قال لك بون راه دوينا معاهم في البورتابل يقدو يجيو ابخي لا بوز بوب ديال 8h02 اونترطون من الخوت فيكم واش كاين شي واحد كيقشبل في الكره يدير معنا نص ساعه على ما يجيو الخوت. ما جو مسيو ميم با بريزونتي انا سبونتان جا صلاح الدين مزيان قالك خصنا واحد اخر قلت له اوكي. سي محمد قباج ما عندوش مع الكره كان تي اورغانيزي الماراثون ديال مراكش وديال كازا ما عندوش مع الكره بزاف ودرنا ليميسيون داس ليميسيون عاديه كنا كندويو باقي عاقل على لو تيم سي لو اوليغانيزم دويت لهم على ايز بورو دويت لهم على لو روا بودوا لو ايزل ديال 85 ولي زانسيدون اللي كانوا قبل ديال 84 بين لي تيفوزي ديال لا روما مع ديال ليفربول يمكن سي سا كي كونديسيوني 85 دوينا سي انتريسون. هو عيط ليا هشام مخليفي قال لي واش انت ايكونوميست ولا كويري ولا ما فهمتش هاد ليستوار ديالك. انا والله على نيتي صحابي راه عيط لي بوغ مو دير خليك شويه مع رشيد حلاوي كره ما خليها للمواليه انا على نيتي بقيت كنساكت واش دوز عندنا الراديو لو لوندومان تغداو كانوا غيديروا اون كونفيرونس كاع دو ديبريف على ليميسيون تلقيت راسي داخل في الكونفيرونس دو ديبريف وكيدو معايا بحال شي واحد زعما غيبقى معاهم كي درتو لهم وانا كنتسنى واش تكون شي كاميرا كاشي واش تكون شي حاجه باسكو سي اون شين كو جادور كنسمع لها ديما ولي جون اللي فيها سالمي كنت كنقراها انا في لوبينيون لينو كبرنا معاه عزيز داوود راه حل في فمي انا كنعرفو دابا كشي توبسي والناس الاخرين
تاوليت واحد الوقيته داخل معاهم تاولينا هذا كيفاش مشات من هنا لو غران افونتاج انني عندي شويه لا فليكسيبيليتي في الخدمه كنقدر ندخل الخدمه ان بو بلو طار حيت انا نقدر ندخل بلو طار كان غندير خدمتي غندخل معطل كيفاش كنت كلي ميسيون كتالي بار في 9 دوناس ولا شي حاجه كندخل الخدمه بارفو معطل ولكن كنحاول ندير خدمتي في النهار وكنت انا دافتي هذا الترافاي من الدار قبل الوقت كونيكتا ندير خدمتي ويكون دونك سي بارتي دو لا وكنوجه لهم تحيه كلهم امين بيروك كندوي عاد واش مع هذا الصباح بزاف ديال حامد الرويسي بون لابيتي ستور انا حامد الرويسي قريت مع اخوه في نونت كان معايا في كونت كوميرس وحامد الرويسي واحد ستور الى اتصلتي بي دايور نصحك بزاف الى بغيتي تيمونياج دو سو تيب حيدرين انا وياك حامد كان دو تري انتريسون اوكي كنت كنسيرفي وشفتو عرفتو قربت له لابلوج قلت له حامد الرويسي قال لي قلت له شتي شنو راه عيط لي ليميسيون ديالك انا تصاطح هذه واحد 4 سنين وجبت له هاد لانيكدوت من بعد ما دي لانسيت ما بقيتش عاقل ما دي قرب لي واحد لابلوج خفت على راسي يمكن اش هذا دونك سي 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 بارتي دو لا فاش كتكون مكتبه لك شي حاجه مكتبه لك ولكن انا بوفوار بارلي دو سبور ولا دو فوت قبل ما نبدا النهار ديالي سي اون ثيرابي صا دي ستريس صا سولاج كيدير واحد نهار مزيان سي صا وكنصح الناس بزاف بلي اوبي اللي عنده شي اوبي الثقافه ديال الاوبي ساشون كو انا ما كندخلش اوبي تجلس في قهوه تاخذ نص نص تاخذ تفرج في ام بي سي 4 هذا ماشي اوبي اللي عنده شي اوبي كيما بغى يكون لو موديليزم القرايه الكوليكسيون دو تان ميم دي شوز بيت اللي حنا كنعتبروها بيت راه سي سا لي جون لي بلوز انتريس عندك شي اوبي تبعو مانيفيك 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 وي دايا انا من لا جينيراسيون الناس اللي عاقلين على شامبيونز ليغ فاش كانت كدوز في دوزا و صافي لونطون بريفيليجي انا كنعقل على كامل فرونس انترناسيونال ديال التلفزيون ناسيونال كانوا كيدوزوا لنا ماتش الاربع قبل لي فاز دو بول كانوا كيدوزوا 16 ديال الفينال و سي تي لا ميور شامبيونز ليغ كان مانيفيك وي هو واحد الوقيته ما بقاش امين بيروك خدام في دازام وي كان نسيت بون ما عرفتش فين مشى واحد الوقيته ما بازار تحت على راديو مارس وليت كنسمع لي بودكاست في السيت ديالهم دونك واخا انا كاين هنايا كنقدر نسمع لي زونريجستريمون دايوغ الى بغيتي شي تانيكدوت على هادي باش تعرفوا لا بيرسوناليتي ديال لينوباكو حيت كاين دي جون كي بوغ كريتيكي شوف غير لي جون اللي كيتعامل معاهم لينوباكو سي محمد قباش عزيز داوده نجيب السالمي امين بيروك شكري علوي اللي عاود رجع راه عنده دي زامي دو 40 طون كريمو فتح العلوي هادو كلهم سي دي زامي دو 40 50 طون اوكي وكان شي واحد خايب ما يكونش عنده اوتون دامي او سيونسيا وتشوف من بعد انا كريمو انا ربع سنين تفرج فيه في 86 تا ولا صاحبي كيشوف فيا كلمه طولي دو سهل على وي كيعيط لي راسي هذه اللي مزيانه في لو فوت يا باداج قد عندي صاحبي كبر مني ب 30 عام ولا عندي صاحبي صغر مني ب 20 عام سا سي لا غران بوتي دو فوت وي سيتي بحال ان غيف دونفون اللي تحقق ليك سي صا مازال دابا ما مزيانش انا الصراحه وبوكو بوكو دو شونس بحال مكتوب لك بوكو بوكو دو شونس بحال داك لي في دومينو كون ما درتش داك لارتيكل في ليكونوميست نفخت ولا ما عنديش الكانا ولا باغي ناخذ قهوه ولا دو فير ما كانوش يعيطوا لي فلوكس ما كنتش غنتلاقى مع رشيد حلاوي ما كانش يعيط لي 4 mois plus tard ما كنتش غادي نكون النهار اللي غادي يكون فيه مشكل في التخان باش نجي نغومبلاسي الخوت سي تيلمون هكا سيكونسي كوم كتابه لواحد وي سي سا دونك الا كان عندك شي كونسيل للناس اللي بون كيحاولوا مثلا كاينين في شي دومين وكيحاولوا يديروا شي حاجه اون باراليل اللي ما عندهاش علاقه بداكشي اللي كيديروا اكزامبل فينانس والكورة شنو هو لو كونساي اللي تاعك بون انت ديجا عطيتي ضمنيا حيت قلتي كوم كوا ما خاصش يكون خاص تواضع ولفت انك كتبتي داك الارتيكل هو اللي خلاك او فينال تولي كرونيكر في راديو مارس ولكن الا بغيتي ديفلوبي اكثر شنو غتقول ديجا بحال اختي ما كتعرفش الخير فين كاين
tu peux faire une intervention rémunérée ou tu as le même chacun. Il peut dire une intervention non rémunérée par le Elbilia ou il peut dire que les gens qui ont fait ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a une affaire. Et tu as un peu rémunéré, tu as un peu de temps. Une demi-heure plus tard, il y a une chasse. Ou Ben Akosen, quand tu as l'édition, il y a l'événement net ou quand tu as été à la boucle de Jamaï. Donc c'était très. C'est instructif, tu sais, je pense donc les jeunes اللي تما عندهم 18 عام ما يكونوش عارفين لا فالور ديال داك الشيء قد واحد اللي تجاوز ديك ليطاب بحالي ولا سي فري سي فري ولكن لي كاليتي ديال لي كيسيون اللي كانوا كيطرحوا تري او نيفو ساشون ك دي ديبا اللي ما كانوش معطيين قبل ماشي زعما قراوهم شويه سي با لي سي لي كان مهدي الطواسي ديال لوكس راديو هو يمكن قرا تما سي بور سا Ou le modérateur, qui donne des émissions, des événements très sympas. Mm-hmm. Pour en revenir le sujet d'Yel, qui a plusieurs réponses. L'oula, il y a une question de la question, mais il y a une question de la question. Il y a une question de la radio, ou de la question de la question, ou de la question de la question. Il y a une question de la question, mais il y a une question de la question, ou de la question de la question. Il y a une question de la question. اولا الواحد خصو يكون براغماتيك ايطاب طريق هذا بخدام فتح عليه الله سيد من بعد خدمته ويشوف انه ما كيديرش شي حاجه كي كونتخدي خدمته ما عندوش ان كونفلي دانتيغي ما عندوش ما غاتاكلوش الوقت ما غادي تلهيش ما غاتبرسطوش هذا باكو كانت لا ميم ميسيون خصني موراها نهز التليفون ونبدا نجاوب لي زوديتور هذا بغى يكمل معايا واحد لو ديبا وهذا يمشي لي ساعتين في النهار ما نقدش دونك اولا خص الناس يكونوا ستركتوري وعارفين شنو باغي ثانيا شنو هو لو بوين دي بار الوقت كاين اللي يقول لك ما عنديش الوقت كيكذب على راسو يقول لك يكذب على الناس باسكو ما عنديش الوقت باش ندير السبور ما عنديش الوقت باش ندير وسبحان الله هذوك الناس عندهم الوقت باش يجلسوا 4 السوايع في السبت وخمسة السوايع الحد وفي لوغيز لا سيمين 8 السوايع في القهوه عنده الوقت 12 ما عنده حتى مشكل Donc, il faut trouver le temps, il faut s'organiser. Ou tel temps, le conseil, Metkunch a aussi trop pragmatique l'approche. Barin de l'émission. Un F can amen, il peut le tkabel. Bach de l'émission à la radio, tout je l'ai chassé. Tu crois le kitab l'oul. Tu as son jibk. Ou le kitab tel, ou le tel, ou le rabat, ou le khans, ou tu analyses. Il aime que ça va le gradjik, une occasion, il y a deux camicro, bach tout. خصك تكون عندك شويه عندك ما تعاود ما الا كانت عندك لا فيناليتي دوز في الراديو راه كيدوزو الناس في الراديو في المغرب دي ديزان دو بيرسون كيدوزو في الراديو بور لا بروميير اي لا سول فوا دو لوفي الا بغيتي تحترم راسك وتمشي وعندك ما تعاود خافايي حتى جوغ دو فوت ماشي كيتريني حيت عنده ماتش كيتريني حيت كيتريني النهار اللي غيوقف على داك لاكسيليراسيون دقيقه 89 باش يحط البيت كيبغى غامني ان تروفي كتلقى عنده حيت الناس كانوا كيخرجوا هو خدم عليها 4 موا وما كانش كيخرج وما كانش كيشرب وكان تيفيق بكري دي فورس تخدم دو مانيير نايف خدم سي سا دو فينير سا فا فينير سي سا دو با فينير سا فا با فينير واخا تعصب معاه كيما درتي راه ما غاديش مي سورتو ما تنساوش لا بريوريتي انها الى عندكم خدمه الى عندكم قرايه شدوا في قرايتكم سينو راه يمكن لك تزكل كلشي ولا لا 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 فيفا لا تري فيت Ou le troisième sujet, c'est le fait de construire solide psychologiquement. L'incident des cantrales, le Fadel, le Xavier, l'incident des cantrales, l'Issam, le Rajawir, sachant que l'Issam, il faut être solide ou prêt. Mais il faut être solide ou prêt. Mais il faut être solide ou prêt. Pour conclure sur ça. Mais quand je dis une passion, c'est la passion. غادي السبت والحد ما مشيش نشوفش ما فامي ندوزها في الراديو بو ما باسيون غادي تخرج التصويره ديال مراتي في ولا ديال ولادي في فيسبوك حيت انا ما عرفتش نجمع فمي سي في انا كنشوف انا نقلبوا الايه ما فام بحال دابا ما كتشوفنيش في الويكاند كيبداو الناس يبرسطوها حيت انا كنبغي الكره كتولي هذا ليغويزم الى الواحد ستركتوري اورغانيزي عارف شنو كيدير Il peut se jeter. Ou
وبهذا المناسبة كنتمنى كل خير لعصام والفاضل وكزافي، كندوي معهم ثلاثة مازال عصام عدوز معاه، كزافي كندوي معاه تخي ريغوليارمون. فاضل شحال هادي ما جاوبني، كنصيفطو دي واتساب كيجاوب شوف شنو عندو. مي سي افون تو اون فامي، ولاد الناس، ولي طرالو شي مشكل تعرفوا اوسي بيان فاضل كزافي كعصام ولاد الناس وقلبهم بيض. كاين شوية بارفوا الواحد كيتصيد، كاين بارفوا الواحد كيزلق لسانو، كاين بارفوا الواحد كيمشي باش يضحك كترجع عليه مشاكل جيري بانون سي موا، ولكن ثلاثة بهم ولاد الناس غير ولاد الناس. و غير باش نقولها قبل ما ندوزو شي حاجه اخرى، سيتي نتوما سيتي بحال دريم تيم ديال مارسيل، حيت تا عصام بن جلون و جينيرالمون كان كيكون فهامي ياك يجي خالد فهامي. خالد فهامي كان كارديان الوداد وانا عندي 8 سنين كيكريني في المنتخب، كان كارديان المنتخب تاكاس معنا في الميكرو. راه كاين شي حوايج كيوقعوا اوسكار فولون، واش انا كنسمع اوسكار فولون في الطبله؟ راه كاين شي حوايج كيوقعوا لا دغيتي من لا باش ما نكذبوش. دازو الناس اللي ديجا خص تعرف اللوجيك ديال لا راديو، ما عمري ما توصلت بأ واتساب ولا ان كود في من هشام خليفي ولا حميد رويسي ولا لينو باكو ولا امين بيروك غدا عندنا هاد لافيتي فو دير سا ولا فو با دير سا. جامي 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 بارفوا كاع كتكون شويه امبروفيزي ما عرفتش مزيان لو تيم ديال لو لوندوم و صافي اوسي لو شارم دو ليميسيون. وي سكي في دريم تيم لا، حيت سكي في اوسي لا فورس دو لا راديو ان عصام ما لعبش كره، انا ما لعبش كره، فاضل ما لعبش كره، كزافي ما لعبش كره، وعطاونا ميكرو. وي الوغ كاي شكون اللي كيطلع كتلقى واحد عنده ما دويش معايا اقل من 50 سيليكسيون لتحت، ما دويش معايا هذا اوسي سي تان باري ودارو دوك دريم تيم لا، حيت كانوا دي جون لي شرفوا البلاد وربحوا دي تيت واحترفوا وعاشوا مزيان بالكره وتشهروا، هذوك اللي دغيا تيم. دابا كريمو الى داز في الليل جات معاه حسن ناظر، جات معاه الوادي، جات معاه حنا غير طفرين شويه على الدومين. وكنهضر على لا بيريود فاش بديت كنسمع دوك لي بودكاست ان توكا سيتي غير ماشي ديال اكسبيريونس ما كتجيبها شويه في نعاسك. لو كوتي بوزيتيف انك بعدا فاش كتدخل بالليل كتدخل ما كاينش اون ايميسيون بالليل، واخا كنت كندير كولتور فوت في الاخر وي مي لا سي تري بيل اكسبيريانس تري تري تري. و المهم دابا صافي ساعه و وشي ساعه ونص تقريبا باش كنهضروا. بون فهاد لي فواياج اللي درتي كاملين وفهاد المدن اللي سكنتي فيهم، إذا كنت تقرب كل مدينة من أن تخيط كاراكتر ديال أون بيرسون، واش رباط مثلا شنو غادي تكون كم سي ستي أون بيرسون اش من نوع غتكون؟ وي سي كيسيون تري انتريسونت. بحال دابا الرباط مع احتراماتي للمدينة غادي يكون فيها شوية بريسك القنط، حيت كتشد هي شويه بكري. سي فيل ادمنستراتيف، الناس كيساليو خدام يوم كيدخلوا. سي اون فيل تري نورمي، سيتادير عندك مدينه العرفان كيقراو فيها الطلبه، عندك الكارتي دي مينيستير، عندك حي الرياض كيسكنوا فيه الناس مالين فيلات، لا كلاس مويان كتسكن في لو با اكدال ولا في العكاري، لا كلاس مويان سوبيريور كتسكن حدا ديكارت. واضحه ماشي بحال كازا كتكون في كاليفورنيا فيلا ديال 20 مليون درهم كدور مع زخات خلاص كباشكو غيطيروا لك شي حاجه سكي بوكو سون شارم اوسي. دونك الرباط شويه ديال القنط، شويه الناس ان بو سيريو قبل الحال، مور قبل الحال. مي الرباط فيها اوسي دي تري كاركتر تري انتريسون، لكن بزاف الناس دون لا في تورن اوتور دو ولادهم، سيتي غيضحيو بزاف باش يقريوهم ويخلصوا عليهم مدارس غاليه وداك الشيء، حيت جوستومون يمكن ما كاينش هاد لي طونطاسيون. ماشي بحال في كازا، قليل فاش كتلقى شي واحد بير دو فامي في الرباط غيخرج مع صحابو بالليل يدخل مع 12 الليل ولا 11. الرباط لا، غيدخل كاع الى ماذا غيدخل واخا ما يديهاش ولادو غيتفرج في ماتش ولكن يجلس دارو، سكي تري كاركتر تري تري ريزونابل في الرباطيه. اوكي ولكن بارفوا اوسي باش ما نكونوش في لونجيليزم كاين دي كلون تما صعيب تدخل بحال في مكناس في الرباط هاد اللون التقليديه
صعيب تدخل واخا تكون خالق تما لاغيير غونبير ديالك خالق تما لا ماشي ماشي رباطي وي و لا كيسيون سيتي واش زعما اش من تيب دو بيرسون تكون قريب عليها سيتي زعما واش المهم انا عارف لا ريبونس بالنسبه للرباط ولكن زعما كون كان الا بغيتي دير هاد لي انالوجي هادو واش مثلا ابيجان اش من كون كانت شخص كيفاش غتكون دايره ولا دبي ابيجان كانت شخص تكون غتكون ديدي دروغبا بحال بور بليزيور كونسيديراسيون فرحانين به ولا بتيت هيستوار عندهم اون بواسون تما كبيره لا غروند فيرسيون سي لا دروغبا ولا بتيت فيرسيون سي لا كابي سي لا كو هادي حنا كنتسنوا العويطه الترين العويطه صافي دابا ابيجان سو سري دروغبا كالم capable de fulgurance, c'est un truc de calme. Oui. Ok. Moi, je suis très intéressant. C'est très intéressant. Excellent. Oui, je suis très intéressant. Je suis très intéressant. لا لا ما كاينش اون بالونسا بغيت نسقسيك واش كتسمع دي بودكاست ولا اي كونتينو في انترنت مزيان وبغيتي تبارطاجي كنسمع بزاف انا لي كونتينو فرونسي صراحه كنسمع البي اف ام كنسمع لي غراند غول كنسمع الار ام سي سان زيت داكور مع لا لين ايديتوريال اوكي دابا نعطيك ان اكزومبل انا ما عندي مشكل نسمع لإيريك زيمور حيت لا كولتور جينيرال ديالو طالعه ابري هو كان تيفا دير دي زينورميتي دابا في لو كان الاخر الى دي جورج فلويد سي ان ريبري دو جوستيس و سي نورمال اون سوبستانس سي نورمال هادشي اللي وقع ليه هادي تخربيقه زعما حيت مشى قلب على هادي وما قلبش على لي 18 اكوزاسيون اللي على لو بوليسي مشى اشارج ولكن الواحد كيسمع افيك دو ريكول كياناليزي اللي غيستافد منه في لا كولتور جينيرال في سيتاسيون في لارغومونطاسيون استافد منه الى دستي في ليميسيون د راديو تحاول دوي بلا ميم ارغومونطاسيون سانز ايت داكور مع لو فون دونك اسمع بزاف دي كونتوني كوم سا سانز ايت ان بارتيزان فلوريان فيليبو اكس فرون ناسيونال جو ترو بريان سو غان alors je suis d'accord avec peut-être une idée sur 50 ولكن واحد كيعترف واحد مزيان ماشي غنسمع لواحد غير حيت قريب ليا ولا حيت داك قد يكون قريب ليا ولا يقد واحد بعيد عليا وكاع كيتيري فيا انا ولكن مزيان خصني نسمعو هذه انا ديما لوجيك اوكي والله يسامحهم زيمور وفيليبو داكشي كيتيري فينا واش الله يسامح انا وني اوت سوكسا ماشي مشكل وي لا مزيان كنحترمو كاع ثقافتنا حنا كنحترمو الناس كلها الا ما احترموناش هما حنا كنحترمو ولا الا كانت عندك شي ليكتور كونسي دو ليكتور ولا مثلا انا جيم بوكو واحد لي رومون بوليسي كنقرا بزاف حاول نلقاهم هنايا سورتو باغيور انا جيم بوكو لي زوفراج دو بسيكولوجي دادور كومبروند لا بسيكولوجي هومان ولا بغيت نصحكم بواحد الكتاب قديم شويه كنت قريته في البريبا كان اوبليجي نقراه حيت انا شويه تري كلاسيك في قرايتي قريت بحال دابا بالزاك كله وفيكتور هوغو كله سورتو بالزاك عزيز عليا لا كوميدي هومان أغاتا كريستي كيعجبني بحال شي شويه كلاسيك وما فورسي على واحد ليكريبان سميتو برونو بيتيلايم سيكاناليز دي كونت دو في تو سامبلومون دي كونت دو في حنا كنعرفوهم كلهم هو اللي فوا ديفيرامون بحال دابا لو بيتي شابرون روج بور لوي سي لاليغوري ديال لا بيدوفيلي فوار لو 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 كي ساتار كتفهمها ديفيرامون وكتشوف لا ليفي ديال اون جون في à la sexualité. Qu'est-ce que tu fais différemment? Par exemple, la belle au bois dormant, alors que c'est la piqûre des premières règles qui fait que la femme qui t'attrape, c'est qu'il y a un prince, son mari, pour la réveiller. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la sémantique avec les deux filles, par exemple. Je ne suis pas forcément d'accord sur l'objectisation de la femme. La femme n'est pas un objet. Voilà qu'il y a de la lecture un peu différente. Et tu comptes très, très... J'aime bien avec le premier niveau de lecture, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, il y a un peu de lecture. Il y a un Bruno Bettelheim, psychanalyste des contes de fées. C'était une claque. En tout cas, tu m'as fait Alexis Hicham. Je vais faire que c'était.
فكرت انا واحد ما عندي عنده Merci beaucoup. Allah y barik fiik.